بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتغطى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام والجيل الكريم وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بحضراتكم في مراجعة الجي أي تي النهاردة. هنبتدي إن شاء الله نحل أسئلة، بس برضه هنحل من قدام شوية عشان في أسئلة هتلاقوها موجودة على الكوتش على الويب سايت عندنا، فهنحل قدام شوية عشان الفائدة تكون أكبر، يعني محلنا أكبر قدر ممكن من الأسئلة. هنمسك هنا السؤال ده. A 43 year old man was referred to the GIT clinic by his general practitioner. He complained of a long history of arthralgia, but more recently he began to complain of diarrhea with up to 8 semi-solid formed oily stools per day. He also described excessive abdominal cramp and bloating, accompanied by loss of appetite. Examination demonstrated signs of weight loss and anemia, mild edema and ascites, together with a pericardial rub heard on auscultation. A 72-hour fecal fat collection, a 72-hour fetal fat collection revealed 10 gram fat per 24 hour. Blood test revealed a mixed picture of anemia along with hypochromia, hypokalemia, and decreased serum albumin. Anti-gliadin and anti-endomysial antibody were negative. A small bowel follow-through study showed evidence of mucosal edema. What is the most likely diagnosis for the patient? هل هذا celiac disease ولا giardiasis ولا laxative abuse ولا ulcerative colitis ولا Weber's disease؟ دكتور فراس ودكتور ريهام ودكتورة سكينة ودكتور عبد المجيد ودكتور عبد الله، فين محمد حسين؟ كان عمال يسأل من شوية. كلكم قلتم ويبرز ديزيز. طيب ليه السؤال ده ما ينفعش يكون سيلياك ديزيز الإجابة؟ ما أنت دايماً لما بتحل يعني مهم إن أنت تعرف الإجابة الصح ليه صح، ومهم إن أنت تعرف برضه الإجابة الغلط ليه غلط. ليه في سؤال زي ده ما ينفعش سيلياك ديزيز هو يكون ذا كوريكت دايجنوستس؟ برافو عليك يا دكتور وردة، عشان النيجاتيف انتي بودي، لان هو كاتب لنا ان انتي جليديان انتي بودي وانتي اندوميسيال انتي بودي نيجاتيف، وانتوا عارفين دول سبيسيفيك لمين؟ سبيسيفيك للسيلياك ديزيز. تمام. طيب في اللاكسيتيف ابيوز وات از ذا موست سترايكنج كلينيكال فايندينج؟ هيقول لك ايه في اللاكسيتيف ابيوز ده؟ يعني في كلمه كده هيقول لك عليها في اللاكسيتيف ابيوز، هتقول له على طول تجاوب عليه تقول ان الاجابه الصحيحه لاكسيتيف ابيوز. الكي وورد بتاعت اللاكسيف ابيوز، برافو عليك يا دكتور عبد المجيد، ميلانوزيس كولاي. تمام. طيب ليه ما ينفعش اجابه السؤال ده تبقى ulcerative colitis؟ ليه ما ينفعش تبقى ulcerative colitis؟ ليه يا جماعه ما ينفعش الاجابه هنا تبقى ulcerative colitis؟ برافو عليك يا دكتور عبد المجيد، لان في الالسترف اقول لك ان في بلادي دايريا. برافو عليك. تمام. يبقى هنا مهم تتعلم وانت بتجاوب السؤال ان ليه الاجابه الصح صح وليه الاجابه الغلط غلط. تمام، برافو عليك. طيب نخش على اللي بعده. هنا الصح الاجابه بتاعتنا ويبرز ديزيز، نخش على اللي بعده. A 42-year-old man presented to his general practitioner with a nodular rash over his chins, which was dusky blue in appearance at first, but had later faded to a bruise-like appearance. His past medical history included intermittent diarrhea, occasionally with blood. There was no other past history of note. On examination, there was minor tenderness in the left side of the abdomen, and the proctoscopy demonstrated moderate inflammation of the rectum. Blood test result revealed a raised CRP and the normal chromoglobulinemia anemia. What is the most likely diagnosis? هل هي Crohn's disease
ولا مايكوبلازما انفكشن ولا ساركيدوزيس ولا تيوبروس سكليروزيس ولا ألستر كولايتس؟ كلكم دكتور ريهام ودكتور وردة ودكتور عبد المجيد دكتور عبد الحكيم دكتور عبد الله أستاذ محمد حسين. تمام. طب ليه ما ينفعش تكون كرونز ديزيز؟ ليه ما ينفعش الإجابة دي تكون كرونز ديزيز؟ الباترن والإريسيما نودوزم صح؟ والليفت بين. طب الكرونز بيبقى رايت ولا ليفت؟ الكرونز هيبقى البين بتاعه رايت ولا ليفت؟ رايت. برافو عليك. طيب الكرونز ساعات بيبقى كونفيوزد فور ايه؟ يعني الكرونز المكان بتاعه بيبقى كونفيوزد فور ايه؟ وده بيحصل كتير. غير التي بي حاجة تانية، حاجة تانية مشهورة جدا، ابندسايتس. برافو عليك يا دكتور وايت، برافو عليك. تمام احسنت دكتور سكين. تمام يبقى اجابه السؤال ده فعلا ارستيف كولايتس والاجابه مظبوطه، برافو عليك. تمام طيب A 54-year-old woman was brought to the emergency department by her relatives. The family had returned from a holiday in Morocco some 2 weeks earlier. She was intermittently confused, but a history taken from her relative confirmed that she had suffered from a prolonged fever, myalgia, headache, and cough for some days. She had also noticed some diarrhea after returning home, but this had settled. On examination, there were several faint rosy spots which blanched on her chest. Blood tests revealed neutropenia. What is the most likely diagnosis? LD, amoebic liver abscess, ولا بروسيلوزيس ولا ملاريا ولا تيبركلوزيس ولا تيفويد فيبر؟ دكتور فراس ودكتور عبد الله وعبد الله السعيدي. طيب دكتور عبد الله الفاضل ليه قلت لنا ان هي بروسيلوزيس؟ يعني دكتور عبد الله هي الاجابه الصح طبعا تيفويد فيبر. ليه دكتور عبد الله السعيدي قلت لنا ان دي بروسيلوزيس؟ ايه في السيناريو ده يقول لك ان دي بروسيلوزيس؟ مفيش صح؟ انديميك فيفر. طيب ما التيفويد فيفر بيكون معاه فيفر برضه، هي اسمها تيفويد فيفر. تمام يبقى الاجابه الصح هنا هي البروسيلوزيس، سوري التيفويد فيفر. A nursing home resident was brought, a nursing home resident was brought by his carers to the emergency department because they were concerned that he was finding it difficult to eat. His past medical history of not included the use of corticosteroid inhaler for the chronic obstructive pulmonary disease. On examination of his oropharynx, there were several areas of erythema and a number of white plaques accompanied by some white curd-like material. تمام؟ What is the most likely diagnosis? There are disease, hairy leukopakia, human immune deficiency virus, leukoderma, or oropharyngeal candidiasis. السيناريو ده من السيناريوهات المشهورة جدا. برافو عليكم. اوروفارينجيال كانديدياسيس، اوروفارينجيال كانديدياسيس. السيناريو ده من السيناريوهات المشهوره جدا في الامتحان ده اولا. ثانيا السيناريو ده بتشوفه في الحياه، يعني انا شفته في عياله فعلا يعني، فاهم؟ فده من السيناريو جاي من لا شيء، ده سيناريو حقيقي. A 26-year-old woman was referred by her general practitioner. She had recently returned from her honeymoon in Africa. While she was there, يعني راح تقضي الهاني مون في افريقيا، يا سلام ده تستاهل اللي هيحصل لها. While she was there she ate food
روت باي نمبر اوف رود سايد ستايلز، اشتريت بقى من على الطريق، يعني مش راح افريقيا بس، راح تشتري من الشارع. دي كحيانه خالص دي. She described the history of abdominal cramps, bloating and diarrhea. Examination of three stool samples revealed cystis in two out of three specimens, and the condition responded to a course of metronidazole. What is the most likely diagnosis? Cryptosporidium, giardiasis, salmonella infection, tapeworm infection, ولا typhoid fever؟ الدكتورة سكينة والدكتورة فراس والدكتور الدكتور فراس والدكتور عبد المجيد الدكتور محمد حسين الدكتور عبيد الحكيم كلكم قلتوا الإجابة الصح اللي هي جيوردياسيس، تمام. والدكتورة سكينة قالت لنا ده عشان وجود السيست والجود ريسبونس تو المترو ديدازول. برافو عليك، دي الإجابة الصح فعلا. A 21 year old student visited his general practitioner complaining of flu-like illness. He had not been eating for around 48 hours. On examination, there was some mild jaundice, but no other physical findings of note. His serum bilirubin was raised to 60, but his liver function were normal. Full blood count, urea, creatinine, electrolytes normal, and haptoglobins were normal. طيب, what is the most likely diagnosis? Cholecystitis, Gilbert syndrome, hemolytic anemia, hepatitis A, hepatitis B. برافو عليك دكتور وردة، دكتور عبد الله الفاضل، عبيدي حكيم، مين تاني يجاوب السؤال ده؟ دكتور محمد حسين، الدكتور عبد المجيد، دكتور فراس. طيب وات از ذا كي وورد هنا بالنسبة لنا؟ وات از ذا كي وورد هنا بالنسبة لنا؟ triggered by fasting وايه تاني؟ normal liver function. طب نسميها ايه بقى normal liver function test دي؟ نسميها ايه يا محمد يا حسين؟ ما تخليكش كده، نسميها isolated hyperbilirubinemia، صح؟ isolated hyperbilirubinemia، تمام؟ ماشي، يبقى الإجابة هنا دي Gilbert syndrome. طب ليه ما ينفعش تبقى hemolytic anemia مثلا؟ ليه ما ينفعش الإجابة هنا تبقى hemolytic anemia؟ برافو عليك يا دكتور وردة، لأن الهابتوجلوبين is negative or null. برافو عليك، تمام؟ يبقى برضه زي ما فهمتك وانت بتحل السؤال تفهم ليه الاجابه الصح صح وليه الاجابه الغلط غلط. جيلبرت سندروم، هل حد فيكم شاف حالات جيلبرت سندروم قبل كده؟ حد فيكم شاف في يعني في الاكسبيرينس بتاعته حالات جيلبرت؟ موجوده كتير على فكره، تمام. طيب A 54 year old man presented to a general practitioner with symptoms of burning retrosternal pain. That he reported occasional sticking of throat. There was a past history of asthma, but nothing else of note. He smokes 20 cigarettes per day. Examination revealed epigastric tenderness, but only to deep bulbation. What is the most appropriate clinical management plan for this patient? Lifestyle advice. Lifestyle advice with H2 antagonist. Lifestyle advice with proton pump inhibitor, lifestyle advice with antacids, upper GI endoscopy. محاضرة الديسفيجيا دي من المحاضرات العظيمة جدا جدا. دكتور محمد حسين، دكتور عبد الله الفاضل، دكتور عبد المجيد، دكتور فراس، والدكتور رويدة. تمام؟ الدكتور عبيد الحكيم. برافو، يعني كلكم احسنتم الصراحه. تمام، طيب ليه الاختيار بتاعي هو الاختيار ان انا اعمل ابر جي اي اندوسكوبي؟ ليه الاختيار بتاعنا فود ستيكينج؟ تمام، يبقى الإجابة الصح أبر جي أي إندوسكوبي بالظبط. عشان إيه؟ عشان نشوف إيه المشكلة بتاعنا، ده هيطلع جينت ديزيز أو اللي هو جاستروسفيجيال ريفلكس ديزيز، والستيكنج أوف فود والسموكينج هيستوري والسيمتومز بتاعت العيان والريسنت ديسفيشيا والإيدج أوف ذا بيشنت، برضه الإيدج أوف ذا بيشنت، الحاجات دي تخلينا نختار الإندوسكوبي.
A 75-year-old woman was referred to clinic by a general practitioner because of progressive unintentional weight loss, early satiety, and increasing anorexia. She described 2 to 3 episodes of vomiting blood. Her past history included excessive consumption of alcohol and a 30-pack-year history, smoking history. On examination, there was an epigastric mass. Blood test revealed a microscopic anemia, microcytic anemia, and abnormal liver function test. What is the most likely diagnosis? Benign gastric ulcer, gastric carcinoma, gastric lymphoma, Helicobacter gastritis, pancreatic carcinoma. في عندي بقى ايه اختلافات هنا في الاجابات. محمد حسين وعبد الله الفاضل رايحين في اتجاه الدكتوره سكينه والدكتوره رويده وعبد الله السعيدي وفراس. الدكتور عبد المجيد رايحين في الاتجاه والدكتور عبيد الحكيم رايح في اتجاه. خلاص طيب. الدكتور عبد الله الفاضل عدل اجابته تاني. دكتور عماد عدل اجابته هو كمان. ابيجاستريك ماس. الإجابة الصح هي جاستريك كارسينوم. جاستريك كارسينوم. مين الناس بقى اللي قالت، مين قال جاستريك لينفوما؟ تعال ليه هو جاستريك لينفوما هنا؟ محمد حسين ليه أنت اخترت جاستريك لينفوما؟ إيه في الهيستوري ده يقول لك إن دي جاستريك لينفوما؟ الدكتور عبد الله الفاضل برضه ممكن تقول لنا ليه في الأول اخترت جاستريك لينفوما؟ هو قال لك هنا ان هو عنده اتش بايلوري؟ قال لك في الهيستو ان هو عنده اتش بايلوري؟ ولا انت بتفترض؟ بتفترض صح يا محمد حسين؟ طيب رول نمبر 1 دونت اسيوم، لا تفترض. رول نمبر 2 دونت اسيوم، لا تفترض تاني. رول نمبر 3 بليز دونت اسيوم. خلاص؟ هو لم يذكر ليك حاجه فانت لا تفترض ان هي موجوده. ماشي ماشي. طيب في حد قال لي ان دي بنكرياتيك الكارسينوما، ليه حضرتك شكيت في بنكرياتيك الكارسينوما؟ دكتور عبد المجيد ايه في الهيستوري ده بيقول لك ان دي بنكرياتيك الكارسينوما؟ هل قال لك ان في هايبر بيليروبينيميا مثلا؟ هل في ان في قال لك هايبر بيليروبينيميا؟ مفيش. ولا قال لك بين راديتنج تو ذا باك؟ مفيش. تمام؟ فركز في المعطيات اللي محطوطه ليك في السؤال. A 72-year-old man underwent investigation because of persistent tiredness. A general practitioner noticed that he was jaundiced and suspected liver disease. He denied any GIT symptoms. Examination also reveals angular stomatitis. He had a history of steroid inhaler use for asthma, but nothing note or else of note. A blood film demonstrated features of megaloblastic anemia and the biochemistry test normal aside from raised serum bilirubin. What is the most likely diagnosis? هل ده autoimmune hepatitis ولا chronic myeloid leukemia ولا Crohn's disease ولا iron deficiency anemia ولا pernicious anemia؟ دكتور عبد الله السعيد ودكتور ريهام منصور ودكتور فراس ودكتور عبيد الحكيم والاستاذ محمد حسين دكتور عبد الله الفاضل كلكم بتقولوا ان دي بيرنيشس انيميا، اعتمادا على ايه؟ اعتمدت على ايه وانت بتجاوب السؤال ده؟ انجلو ماستوماتايتس. دكتور فراس قال لك ويز ميجالو بلاستيك ايه؟ ويز ميجالو بلاستيك انيميا. احسنت أحسنت، برافو عليك، ماشي. طيب إيه هم الأوتو أنتي بوديز اللي موجودين في البرنيشيوس أنيميا؟ إيه هم الأوتو أنتي بوديز اللي موجودين في البرنيشيوس أنيميا؟ برافو عليك، أنتي بارايتال سيل أنتي بودي، ممتازين، حلو؟ طيب، السؤال اللي بعده.
a 62-year-old man with inflammatory bowel disease who had been diagnosed with a primary sclerosing cholangitis 5 years ago was assessed in the clinic. طبعا السطر الاولاني دي فيه معلومه مهمه ان inflammatory bowel disease بيبقى associated with the primary sclerosing cholangitis. والمعلومه دي بيتبنى عليها اسئله كتير بعد كده. المهم he was assessed in the clinic. He will now presented with a weight loss and painless joints. On examination he was afebrile but he was jaundiced and cachectic. Liver function test revealed a profoundly obstructive picture with raised bilirubin GGT alkaline phosphatase accompanied by a lesser increase phenylalanine transferase. تمام، طب ده نوع الجوندس بتاعه ايه الراجل ده؟ انا فين نوع الجوندس بتاعه ايه؟ من قبل ما تجروا بس الاجابات، نوع الجوندس ايه هنا؟ ما انا عارف ان هي بين الجوندس. هو ده، هو قال لك في السؤال ان هي اوبستراكتيف. جاب عليها منصور، كنت عايز اسمع الكلمه دي، كوليستاتيك بيكتشر. كوليستاتيك بيكتشر، تمام، كوليستاتيك بيكتشر. وانت ارجع لمحاضرة الجونتس، تمام، واسمع التقسيمة الأولانية اللي احنا اتكلمنا فيها. المهم الألفا فيتو بروتين وير نورمال. طب كلمة ألفا فيتو بروتين نورمال دي تخليك تستثني ايه من الإجابات اللي محطوطة، من الإجابات المحطوطة قدامك لما يقول لك ألفا فيتو بروتين از نورمال دي؟ هيباتو سيريال كارسينوما. انما لو قال لك از بوزيتيف تبقى على طول جاي على هيباتو سيريال كارسينوما. تمام، طيب وات از ذا موست لايكلي دايجنوزيس هنا؟ اسندنج كولانجيتس، كولانجيوكارسينوما، هيباتوسيلر كارسينوما، برايمري بيلوري كولانجيتس، ولا برايمري كارسينوما اوف ذا رول بلادر؟ حضرتكم كلكم جاوبتوا الاجابه الصح اللي هي الكولانجيوكارسينوما، برافو عليك. تمام، طبعا قلنا ليه ما ينفعش تبقى هيباتوسيلر، طب ليه ما ينفعش تبقى اسندنج كولانجيتس؟ نو فيفر، برافو عليك يا دكتور ورده، ما فيش سيبتك مانيفستيشنز يعني، او فيش فيتشرز اوف الانفكشن. تمام، يبقى ده اسمها كولانجيو كارسينوما. احسن، برافو عليك. تمام، كولانجيو كارسينوما. السؤال اللي بعده، A 57 year old publican was referred by his general practitioner with a chronic central upper abdominal pain. He admitted to drinking 3 to 4 pints of beer most evening in the night in the pub. Over the past 18 months he had lost about 12.5 kilograms in weight, and his wife described that he preferred alcohol to food. He also had intermittent diarrhea, which he reported as being occasionally oily and difficult to flush. يعني ايه كلمة occasionally oily and difficult to flush ديت؟ يعني ايه الكلمة دي؟ أترجمها على طول ايه؟ برافو عليك، استياتو ايه؟ مهم الترجمة دي، إن أنت تترجم الكلام المكتوب ده into medical terms، ده مهم، هيسهل عليك حاجات يعني. Examination revealed a thin man with a tenderness to deep palpation in the epigastric. Blood test revealed a mild normochromic leukocytic anemia and a raised alkaline aminotransferase to twice above the normal level. Amylase level was normal, antigliadin antibodies not detected, upper abdominal ultrasound was performed which demonstrated diffuse pancreatic calcification but nothing else followed. diffuse pancreatic calcification، برافو عليك، and nothing else of note. كلمة calcification دي تخليك تفكر زي ما الدكتورة سكينة على طول قالت ايه؟ نفكر في chronic pancreatitis. What is the most likely diagnosis؟ acute pancreatitis، ولا chronic pancreatitis، celiac disease، gastric carcinoma، recurrent cholecystitis. الإجابة الصح هي ايه؟ الإجابة الصح هي، برافو عليك يا دكتورة سكينة، signs of malabsorption plus calcification في البنكرياس، يعني chronic pancreatitis. محمد حسين طبعا بصفته ان هو مقيم في المهندسين في القاهره بيقول لك ان هي common in UK. انت شفتها في UK يا ابني؟ انت شفتها في UK؟ ده عبد الله الفاضل هو اللي يقول لنا الكلام ده كله. عبد الله الفاضل هو من مرتدي البابس، قاعد هناك على طول 24 ساعه، هو اللي يقول لنا ان هو common in UK، صح؟ تمام، يبقى ديت العيان ده عنده كرونيك بانكرياتايتس. طب التريتمنت بتاع العيان ده ايه يا جماعه؟ سلم لي على باص ميديسن. هو التريتمنت بتاع ايوه انا مصدق ان هي كومن، بس انا مستغرب ان محمد حسين يقول لك كومن.
كومن للمهندسين يا محمد حسين، شارع جامعة الدول العربية. دكتورة وردة قالت لك بانكرياتيك انزيم بليسمنت، والدكتورة سكينة برضه والأستاذ محمد حسين. تمام، الدكتور فراس بيحلق بعيدا بقى، يقول لك ستوب ذا اوفندنج سبستنس، يعني وقف الالكول دي اول خطوه، ثم البنكرياتيك ايه؟ بنكرياتيك انزيم ريبليسمنت او سبلمنتيشن. تمام، برافو عليك. A 79-year-old woman has been seen twice by her general practitioner during the past 8 months, complaining of dull abdominal pain radiating through her back. حلوه الجمله دي، خلي بالك، ها؟ ضل abdominal pain radiating through his back. وانت عند الجملة دي على طول تفكر في ايه؟ وانت عند الجملة دي على طول تفكر في اول ما يقول لك برافو عليك، برافو عليك، افكر ان في مشكلة في البنكرياس. لسه احنا ما حدش بقى يقول لي تشخيصات يا جماعة، في ناس عمالة تقول لي اكيد بنكرياتيتس. احنا هنا عند المرحلة دي احنا عندنا في مشكلة في البنكرياس. تمام، في بنكرياتيك ديزيز. اقف هنا بقى وعشان ابدا افكر. تمام، the general practitioner hand diagnosed the probable degenerative spinal disease and prescribed analgesic. ده محمد حسين بقى بالظبط كده لما تروح. حلو، although this had not helped greatly. اكيد the pain was partially relieved by sitting forward. الله، her daughter who said that she had not been eating for weeks had brought her to the emergency department. On examination the woman was cachectic. Blood test revealed a normal cystic normochromic anemia, while liver function test demonstrated mildly elevated transaminases and grossly elevated bilirubin alkaline phosphatase. هل هنا بقى الإجابة بقت أكيد بنكرياتيتس يا دكتورنا؟ هل يا دكتور عبد الله، هل هنا دي كده بقت أكيد بنكرياتيتس بعد ما قال لك إن دي كشكتك والإنزيم باترن ديت؟ تمام؟ طيب. Ultrasound relieved common bile duct obstruction with suspicion of a mass in the epigastric. انا هوقف هنا بس عشان الدكتور فراس لحظه واحده. بص، القفز على الحقائق مش حلو. حلو الكلام؟ ليه؟ لان انت في الامتحان سيتنج بقى او في الاكزام سيتنج، لو انت بتتسرع وتجري بسرعه بعد اول سطر كده مدفوع بالثقه الكبيره اللي عندك في نفسك، وتيجي تقول ان ده اكيد بنكرياتيتس، تختار اكيد بنكرياتيتس وتغفل الحقائق اللي موجوده تحت ديت، هتقع في مشكله كبيره. تمام، فاحنا بتمشي زي ما احنا ماشيين كده ستيب وايز. انت في السؤال فكرت ان في مشكله في البنكرياس، جه في دماغك على طول 3 مواضيع، اكيوت ولا كرونيك ولا بنكرياتيك كارسينوم. هتنزل بعينك تدور على الكي ووردز اللي هتفرق لك بين الثلاثه. هنا الراجل قال لك دي كشكتك وبتاع والباترن اللي شايفينها ديت، وفي الاخر قال لك ان في ماس. فين؟ ماس موجوده في الابيكاستري. What is the most likely diagnosis؟ هل دي كوليسيستيتس ولا جاستريك كارسينوما with local spread ولا جي اي ليمفوما with bile duct obstruction ولا هيباتوسيلر كارسينوما ولا بنكرياتيك كارسينوما؟ اعتقد الاجابه واضحه للجميع ان الاجابه ديت عباره عن بنكرياتيك كارسينوما. تمام؟ اللي مش هينفع ان احنا نقول ولا اكيوت بنكرياتيتس ولا ان هي كرونيك بنكرياتيتس في وجود ايه؟ في وجود الماس والكاشيكسيا والباترن والبيكتشر اللي اتحطت لنا قدامنا. تمام؟ طيب. A 52 year old woman، والكلام مش لدكتور فراس بس، كلام لكل الناس. تمام؟ ما تتسرعش. خلاص؟ انت خليك كده تقيل شويه في الاجابه بتاعتك. بس مش معنى انت تبقى تقيل ان انت تضيع وقت. تقيل يعني تبقى راكز كده في الاجابه بتاعتك، ما تتسرعش. لا تدفعك الثقة إلى إيه؟ إلى الهوية. حلو؟ طيب، a 52-year-old a 52-year-old woman presented for review. She had been complaining of tiredness and lethargy for some months, but her general practitioner had initially attributed this to menopause. There was الآن دي بقى، بص الأسئلة اللي بيجي لك دي بتبين لك إن الحلول السهلة في الطب دايماً مش حقيقية. يعني دي واحدة عندها 52 سنة رايحة تقول للراجل أنا تعبانة وحاسة إنها تعبانة، فهو قال لك ده مينوبوز، ده بيستسهل، دي بيسموها فيزيشن انرشيا، استسهال في الموضوع. المهم، there was a past medical history of pernicious anemia which had been adequately treated. Her weight was normal, a blood test demonstrated elevated transaminases with ALB bilirubin level just above the normal upper limit of normal. An autoimmune profile shows the raised anti-nuclear and the anti-smooth muscle antibody. What is the most likely diagnosis?
هيباتيتس اي، هيباتيتس بي، نون الكوليك هيباتو الكوليك استياتو هيباتوسس، تايب 1 اوتو اميون، وتايب او تايب 2 اوتو اميون. طبعا حضراتكم كلكم قلتوا ان هي تايب 1 ولا تايب 2. دكتوره سكينه بتقول لك انا نسيت ازاي الفرق بين تايب 1 وتايب 2. المهم طيب ليه احنا قلنا اهو، حاول بقى نقول للدكتوره سكينه ليه احنا قلنا الست دي تايب 1 مش تايب 2. الدكتور فراس قال لك دي تايب 1 عشان ايه؟ عشان الانتي سموز انتي ماسك. برافو عليك. الدكتوره بقى ريهام لحقتنا على طول، قالت لنا ايه؟ قالت لنا الانتي ليك مع انتي بادي دي اللي هي بتبقى موجوده في التايب 2، يبقى الاوتو اميون بروفايل هنا هو اللي هيحدد لك دي تايب 1 ولا تايب 2 يا دكتور سكينه. حلو الكلام؟ تمام؟ يبقى هنا ديت الاجابه صح زي ما حضرتكم قلتوا، ديت تايب 1 اوتو اميون هيباتيتس. شفت التشخيص اتحول من مجرد تفكير دكتور يعني محدود النظر وقال لك ان ديت مينوبوز، اتحولت انتو تايب 1 اوتو اميون، اتحول انتو تايب 1 اوتو اميون. ده معناه ان انت لازم تبقى دقيق شويه مع العيانين. A 36 year old woman is referred to the hepatology clinic by her general practitioner to investigate abdominal abnormal liver function. She had no symptoms to report, and her only past medical history is a gestational diabetes during her last pregnancy 2 years earlier. There is no history of drug abuse or drug use, although she consumes 5 to 6 units of alcohol per week. مع الدكتور عبد الله الفاضل بقى في الباب اللي عندهم في الشارع بينزلوا بقى الست ديت، تمام، تقعد تحكي له بقى مقاسيها في الحياه والعلم دوخينها قد ايه، والواد مش عايز يذاكر وجوزها مغلبها، تمام، صح يا دكتور عبد الله؟ On examination, her observations are within normal limits, chest sounds are clear, heart sounds are normal, abdomen is distended but soft and not tender, her body mass index is 35. صح كده؟ طيب احنا هنا عند هذه اللحظه، عند هذه النقطه او اللقطه المضيئه، تمام؟ What is the diagnosis في الست دي؟ ست جايب abnormal liver function test, history of gestational diabetes, body mass index 35. خلي بالك الست دي تخينه قوي يا دكتور عبد الله، خلي بالك، تمام؟ يبقى ايه؟ اهو تعال نكمل بقى، ماشي؟ الهيموجلوبين بتاعها 145، وايت بلاد سيل كاونت نورمال، كريات نورمال، بيليروبين 50، البيومين نورمال، اي ال تي 150، اي ال بي 90، جي جي تي 60، الكالاين فوسفاتيز 40، تمام؟ ادي اهو، واتش وان اوف ذا فولوينج از ذا موست لايكلي دايجنوست، هل دي الكحول ريليتد سيروزس ولا اوتو اميون هيباتيتس ولا كوليستايتس ولا هيباتوسيرا كارسينوما ولا نان الكوهوليك استياتو هيباتيتس. زي ما حضراتكم كلكم قلتم ان الست دي عندها نان الكوهوليك استياتو هيباتوزيس. التريتمنت بتاعه ايه النان الكوهوليك استياتو هيباتوزيس ده؟ بتعالجه ازاي؟ برافو عليك يا ريهام بنصر، ويت لوس، برافو عليك. اول حاجه الويت لوس، وبعدين تشوف بقى اي حاجه بعد، تمام؟ مش هيخف من غير ويت لوس. احسن، برافو عليك يا دكتور فلوس. طيب a 45 year old bar owner from Tenerife. ايه حكايه البار بقى والحاجات دي يا دكتور عبد الله؟ ايه الموضوع النهارده؟ presented for review، شويه يقول لك بار، شويه يقول لك الكول، شويه يقول لك باب. ايه الموضوع يا دكتور عبد الله؟ He reported being very tired and feeling washed out. He attended with his girlfriend who was concerned that he was impotent and had loss of interest in sex. He had a past medical history. طيب انا مش هكمل السؤال ده، انا هقف عند الجمله دي، تمام؟ Joint pain ومايلد arthritis، خلاص، مع السيكشوال dysfunction، واسال حضرتك اجابتك ايه؟ بسأل حضرتك اجابتك ايه؟ هل هي الكحول ريليتد سيروسس ولا دايابيتس ولا هيموكروماتوزيس ولا برايمري ادرينال فيلير ولا ويلسون ديزيز؟ برافو عليكم، دي هيموكروماتوزيس. السيناريو ده سيناريو مشهور برضه، خلاص. طيب المهم نكمله بس عشان ايه نبقى غطينا النقط اللي فيه. There is a family history of autoimmune disease type 1 diabetes in one
first relative and hypothyroidism in another. Only examination, he looked deeply tanned, loss of hair, testicular atrophy, fasting blood glucose concentration 8, ALB and transaminases were normal. يبقى الإجابة بتاعتنا هيموكوماتوزس. طبعا مش هسألك الإجابة ينفعش ما ينفعش ما ينفعش، الإجابة هنا واضحة، السؤال ده سؤال واضح جدا يعني. برافو عليك يا دكتور ريهام منصور، تاند دايابيتس هتلاقي برونز دايابيتس، برافو عليك. تمام؟ طيب A 57-year-old man was brought to the emergency department by his wife. ايه حكاية الستات اللي بتاخد رجالتها على المستشفيات دي؟ ايه اللي بيحصل يا محمد يا حسين؟ ده ما فيش سؤال الا واحدة ست خدت جوزها موديها المستشفى. والله العظيم يعني مش ممكن. He reported that he had become increasingly drowsy and difficult to rouse. نايم على طول. ماشي يا يعني. حقها. There was no history of head injury. He had recently had problems with sleeping. أكيد بيفكر فيها، أكيد بيفكر في الحب التاني. المهم and had been given زبلكون عشان ينام by his general practitioner. بس الراجل قال لك إيه؟ His pills had been counted and it did not appear to that he had taken an overdose. حلو قوي. He had a background of previous alcohol dependence. إشمعنى كل الرجالة المتجوزين بيلجأوا إلى الألكو؟ أكيد في سبب يا عبد الله يا فاضل. أكيد في سبب. اللي أنت مش أنت عايز تتجوز؟ اتفرج يا حبيبي. اتفرج أدي أهو أسئلة من الواقع. المهم واحدة واخدة جوزها جراها على المستشفى وراجل يا عيني ما بينامش طول الليل أو بينام على طول. المهم كان عنده الكحول ديبندنس من اللي عملته فيه. For which he had recently been treated with detoxification. والله لو عملت إيه الحل يا ابني أنت تتخلص منها. On examination, he clearly had ascites and his abdomen was generally tender. There was no evidence of focal neurological deficit. Blood test revealed an iron deficiency picture, elevated transaminases and the bilirubin of 145. London blood sugar was 6.7 was mildly elevated blood count. تمام؟ What is the most likely explanation للدراوزنس بتاع العيان ده؟ هل عنده هيباتيك انكفالوباسي؟ ولا هايبوغلايسيميا ولا ميتاستاتيك كارسينوما ولا سب ديورال هيماتوما ولا زوبيكلون اللي هو منوم يعني اوفر دوز. بص عبد الله بيقول لك سب ديورال هيماتوما، هو قال لك في السؤال ان هي ضربته على راسه. دكتور عبد ده ضربته الست ده على راسه بمفتاح ولا حاجه؟ هي ممكن تعملها والله، ممكن تعملها. حلو، ما قالكش ان هو ده هو. بص السؤال، بص عشان تعالى مين اللي قال لي دوت ان هو عبد الله السعيد، مين اللي قال لي ان هو بيقول لك اللي هو عبد الله الفاضل بيقول لك، عبد الله الفاضل بيقول لك ايه؟ بيقول لك الست إيه؟ اقول لك بص قال لك ما فيش هيت وما فين الحته دي؟ مش مشكله. المهم يعني هي واضح ان هي الست ما ضربتهوش، انت ظلمت الست دخلتها السجن. هيباتيك انكفالوباسي، هيباتيك انكفالوباسي. خلاص هناخد كده ريست فور 1 مينت ونكمل تاني.